اركب على المكان ودور وادوس على لندن اتصور اركب على المكان ودور وادوس على لندن اتصور اركب وقبل اتصور واتوقعني واتعور اركب وادوس بنزين واسكل على اي كمين اركب وادوس بنزين. ايه رايك يا برنس في الدخله دي بقى؟ الدخله دي ولا الدخله اللي قبلها؟ لا اللي قبلها ده ايه؟ الدخله دي طبعا، ده دي اللي هتولع الدنيا يا نجم التكاتك والافراح الشعبيه. صدق بالله انت على وضعك وهعمل لك دخله احلى من الدخله اللي فاتت. حبيبي. تعالى يا واد اتكلم على خالك. هو ده خالي؟ ازيك عين وعينتي من ده؟ هات ده بقى نصطيب احبو وخد ديت. انت ايه اللي جابك؟ ايه سمير مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه. انت اشتكيتي له؟ اشتكيتي له وقلتي له؟ اختك مش فهمانه يا خال، انا فنان، فنان والله العظيم ثلاثه يا خال. فنان ايه يا ده؟ ده بايه؟ ده انت من عيلة الأباصير يعني. يا راجل بقى أباصيري بقى شندويلي. أباصيري ملوك الكيف يا كلب. عاوز تشتغل في الأفراح والموالد عشان تعرينها؟ أفراح وموالد إيه يا خال؟ أفراح وموالد إيه؟ أنت لسه عايش في موضة الترنجات الملونة وجلجيلي جلجلة يا خال؟ دلوقتي في نت، في تكاتك، أنت مش بتسمع الأغاني بتاعتي اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا بتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقة هي بتعجبني. وأنا كمان بتعجبني، بس هواية يعني ما فيهاش مستقبل. هواية ايه يا اما؟ دي كلها المستقبل. لا هواية، ولو كترت في كلام هديلك على وش امك. لا مؤاخذة يا نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا اخويا. انت عايز تعرينا قد الجزمة؟ انت بتشتم اختك يا ابن الصرمة. بتشتم اختك برضك يا ابن الكلب. بتشتم جوز اختك الله يرحمه. يا عيلة واطية يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنف خالك. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لا مؤاخذة بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ محدش لحاجة عادي، محدش لحاجة. يا ده انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم مال وهدومك وتشرف العيلة. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفرية بيزنس. بيزنس؟ بيزنس لغة لانجوج. ومن امتى لا مؤاخذه يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد احزم به السوق. وبعدين ترقص. وبعدين لا الباقي عليك بقى، خاله كبر. لبنان؟ اه احنا مش كنا فوتنا الشغل في متعوقبه؟ نرجع تاني ليه مدان لبنان؟ وترجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ يا بقول لك لبنان الحمراء. حمراء؟ بيروت. بيروت؟ جبال الرز. جبال الرز ايه؟ جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ اه. وانا اقول برضه رز ايه اللي هناك هم كلهم سمباتيك كده. انت بتتكلم جد يا خال؟ عيب ولا انا هزر معاك في الشغل. والمصحف الشريف؟ أيوة. انا معاك. الليلة اتأخرت قوي يا خال. معلش يا ابني، دي المعلمة. انت عارف المعلمة في لبنان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني معديه الـ80. معديه الـ80؟ ده هتلاقيها وليه كبيره بقى ومتسيغه وعماله تجر رجليها من كتر الصيغه اللي لابساها. اوبا هي دي المعلمه. شبه ناديه الجندي. الجندي نفسه. الله الله ما شاء الله الله. هاي شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصل كنت عايز اطلع اقول لك كلمه في ودني. مهضوم ده قعدت زينا ولا؟ اه يا اخي. طب انا اعمل ايه؟ اقعد؟ اقعد عادي؟ اه. تروقتوا؟ احنا مستنيين حد يروقنا. ايه ده خال؟ دي جايبه لنا كوز لانشو. لا ياض، ده هو الحشيش بس صلاح وعبد الفتاح. حسس وقول لي النتيجه. عناية يا قليل الادب. اعذرني يا خال، اصل انا وسخ. تقولش على نفسك كده، خالك اوسخ. عشان تبقى معلم تعرف الحته من اول ما تمسكها بايدك. تجيبها يمين اه تيجي معاك، تجيبها شمال آه تيجي معاك. لا مؤاخذة في الكلمة، تسخنها آه
تطرى في ايدك. حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب، ما عادش فيه امان. الريحه والملمس لا يمكن يتضرب ابدا، مش كده يا قمر؟ اكيد يا خلاص. حنة والبان دكر وقشر برتقان يا خال. مبروك عليك مسيو علي. مسيو ده هما اللي مسيو يربوني. بقول لك ايه يا قطه، في عندكم بلات؟ طبعا نحن اللي عنا البلز. ايه ده يالا؟ ده حبوبها الواسع يا خال. اخرس، انا يمكن انزل البلد حاجه زي كده واضر بيها الشعب؟ انا وطني، ثم انا اسمي السبيشياليست، تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوه اللي بنجيبها من طنطا، شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا سف دول. بس ديروا بالكم، هيدول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنة، 6000 سنة حضارة، و1000 من عندي يبقى 7000. بس معلش الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. انا نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي انتو بكون شيء؟ مسيو علي انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا قوم بينا يلا، عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا. خايف ايه ده؟ انا خايف يا خايف. ده احنا واقفين فوق جبل. الله الله، احنا في المقطم ولا ايه؟ وانت ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في المقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي كنت تحت ده. قالوا ايه ولا عادوا ايه ولا عادوا؟ نقدر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلام. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ اهو كده. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو، البيت اهو. اه صحيح البيت اهو. لا 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 اهو. ايوه البيت اهو، البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم؟ اه عوم يا خال. احنا نعد من 1 لـ3 ونقفز. ايه؟ من 1 لـ3 ونقفز. تقفز؟ اه. بتعرف تقفز؟ عيب يا ولد، عيب يا ولد. ربنا يستر. روحني يا ابني. حاضر. عايز اروح اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي؟ اه يا بيتش باجي. ما بيعيش للدفان ونقول ده قدر الرحمن. يا خان انا ولعبت يا البحر. يا خان واتبدلت اللي قوم يا خان. مش قادر قوم يا خان. انا مش عارف الحاجات اللي بتاعت. انا تعبان فيه بشوف حاجات. ايه ده؟ اللي هب التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده؟ يكونش تلفزيون مركزي؟ مركزي ايه؟ ايوه ايوه في لبنان بيبقى تلفزيون مركزي زي التكييف كده. والمصحف الشريف؟ ايوه هو بس. الله حاسس في حاجات بتتحدف الحالي بسرعه بالنضاره بتاعت الثري دي عشان لو في اي حاجه وقعت عليا ولا حاجه احاول افاداها لان ما بتلوش. ما جبناهاش من مصر ديت. انت ايش طب؟ اوبا ايه؟ تعالى جنب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك ده حمار. لا لا فيل، الفيل الازرق كده. الله بقول يا ابو صبا ايه؟ سيبنا لوحدنا شويه. مين سيبنا لوحدنا دول؟ سيبنا سمير وبعدين ابو صبا. مش احنا اتفقنا ان لما يجي حد ضيوف عند خاله بتقوم تقول بالاذن انا؟ ايوه ده للضيوف، لكن دي ثلاجه. ثلاجه ايه يا حمار؟ انت مش شايفها؟ الصاروخ اللي لابسه ازرق ده غمزت لي بعينيها. صاروخ ايه يا حاج؟ يلا اتحرك. اتبسطت بخليت امك دي؟ ماشي يا خال. ايه مين اللي ماشي؟ تعبان. انا تعبان عايز افصل جنب. انا تعبان عايز افصل. ما تقلقش انا فصلت ذات نفسي وهخليك. معلش معلش. انا مالي وبال. انا راجل متخصص حشيش
تشرب لي البلا الازرق ده. ايوه انت مش قد شربته ليه؟ مش شايف. عايز افصل يا ابني انا تعبان. ما تقلقش يا خال انا هنزل اجيب لك شيبسي. ولا انا عايز شيتوس بالجبنه. او اجيب لك شيتوس بالجبنه ده منين؟ عايز شيتوس بالجبنه. هجيب لك شيتوس بالجبنه. لا ده استنى انا خلينا على قديمه احسن. انا عايز جبنه قديمه. ايوه وخل. أيوة. ورنجه. جبنه قديمه وخل ورنجه. بس بسرعه. انت عايزه بسرعه ولا عايزه بالجبنه؟ هات اتنين بسرعه واحد بالجبنه بس. حاضر. يخلص. حاضر. شفت؟ شفت ايه؟ شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خالة هي مفتوحة اهي. عينيها بتقفل. لا والله اهي اهي اهي. الحق عينيها بتقفل. لا اهي والله مثبتها لك. عينيها لو قفلت كده يبقى غلط. ما تقلقش هنفتحها تاني. غلط عينيها بتقفل. مثبتها لك عينيها بتقفل بتقفل عينيها بتقفل. مثبتها لك بسلوتيب. بدور على سلوتيب بس وهثبتها لك. شوف شوف عينيها الظاهر عينيها بتقفل نص يوم. مش قادر انا مش قادر. استريح انت يا خالة. بتقفل. لا ما بتقفلش. استريح انت يا خالة. استريح استريح. مش قادر. سبحان الله. بسرعة سمرة بسرعة. حاضر حاضر استريح بس انت الغلطة. بسرعة سمرة مش قادر. تعبان تعبان تعبان. رب العشرة ليها ديلو. ده ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا عم هاني؟ هو ضيق فعلا بس ظريف. بقول لك ايه، شوف هتشرب ايه. ده منيو المشروبات. منيو المشروبات ده ولا صفحه الكبائر؟ حرام عليك ده احنا في مخور. بس بقى بس بطل افواره لو سمحت. احنا هنا في لبنان، اي مكان في لبنان بيبقى فيه كحول. وبعدين متضايق قوي. اتفضل امشي وانا هتفرج على الماتش لوحدي. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ فاكرني هزعل منك؟ لا احنا مش صحاب عشان ازعل منك. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ انا لازم اخد الفلاشه. فلاشه ايه؟ انت سكرت من الاتموسفير. هدا انت شبيك. انت سكرانه ولا ايه؟ شبيك. انت مين؟ هدا مدام ليزا اللذيذه. كانت معانا كتير. هتلاقيني هامكم اخدتوا كتير بيلز. بس انا كويس، انا متعود على البيلز يعني. بس خالي خالي شبو خيلك. خالي سرفلت منه قوي في الاوضه. طيب انت وين رايح هلا؟ انا رايح اجيب له رنجه. شو رنجه؟ بتاع الملاحه تظهر في شم النسيم. احنا ايه ده؟ دي حلوه البلز دي. قال انا قابلت مدام ليزا اللذيذه وبقول لها رايح اجيب رنجه لخالي. يا لاوي وطويط. لا ده احنا في لبنان وتويت. يا لاوي وطويط. يا لاوي فتاساخ بصي وتويت. السما مليان. السما ايه ده؟ السقف. السقف مليان وتويت. هي دي الرنجة لقيتها لك يا خال. الواد ده انا شفته في ايه ده؟ بيبو. مش ده اللي كان معانا على الطيارة وكان معاه واحد قريبه كبير كده كان لابس ترينك سوت موف على اصفر؟ صح. لقيت لك الرنجة يا خال. خلاص حاجة بقى. عفوا عفوا عفوا. ده يا شيب الاكواريوم. ما تسوق العربية وانتوا فايقين وانتوا لازم تسوقوا وانتوا سكرانين. بعتذر منك بس فيك تروح من هون. يا عم ايه الكلام اللي بينقط ومية ده؟ انا مش فاهم منك ولا كلمة. ايه ده ايه ده؟ ده شكله بيتخانق يا معلم. عبيلي 2 كيلو. 2 كيلو شو؟ عذاب شو ايه بس اللي انت عايزني اتفرج عليه؟ يا عم انا عايز رنج. عبيلي واديني. شكله بيتخانق صح. طب ايه ده؟ مصري زينا ما ينفعش نسكت كده. طب يلا نتفرج. انت بتبقى سلبي في حتت غريبة قوي يعني. تعال نتفرج يلا. عبيلي 2 كيلو. بس 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 ده بقى معلش. في ايه في ايه؟ الراجل الجرزون ده قال لي ادب قوي. معلش بس احنا ضيوف عندهم فمش هينفع يعني. بس احفظ شكله ولو شفته في مصر افتقه. لا يا عم مش عايز افتقه يا عم. انا مسامحه خلاص. هي الشتيمه بتلزق. امال انت عايز ايه؟ انا مذبذب. احنا متاسفين لحضرتك بس يعني الولد زي ما حضرتك والعياذ بالله شايف سكران وليس على المريض حرج. مش الحال مش الحال. شكرا. يلا تعال 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 تعال. انت في ايه؟ ايه ده؟ تعال راح عليه يا عم. شتمني. معلش معلش. اسمك كريم ايه؟ انا اسمي سفير. نعم. سمير. بتشتغل ايه؟ انا ديلر. ديلر. بمعنى ايه ديلر؟ بمعنى
تاجر مخدرات. عموما اتشرفنا بيك. مش اشكال. لا مفيش حاجه مفيش. قال لي اخ اتفرج على الماتش. نتفرج على الماتش. لازم استاذن الحاج يعني ابويا واقف بره. انت سايب ابوك بره؟ هو في الحوض. ابوك سايب الحمام كله قاعد في الحوض بيبلبط مع اصحابه في الحوض. حوض ايه؟ حوض السمك. ابو قاعد في حوض السمك. ما احنا لسه جايين من حوض السمك. انت شفت حاجه؟ بس انا فهمت ده واخد كيمياء وضرب حاجات مع بعض. مش انت ضارب؟ انا حاسس ان انا مش ضارب. انا بضرب. معلش اهدى كده وربنا يعدلها ان شاء الله. وبابا بيبلبط مع اصحابه ما تخافش يعني. مش حاسس. اتفضلوا. السلام عليكم. الدولار ليه؟ حبيت الفيل الازرق. هلا روح اجهزه. راح عندكم الامير بالليل. هو بيقول لنا روحوا عشان تستعدوا للعشاء مع الامير بالليل. ايه لكن يلا. بس حوش لي حبايه والنب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نرحب اليوم بانضمام اخوه جدد إلى ولايتنا المباركة بور عماد. هو بيسجل مسلسل إذاعي ولا إيه؟ قدرات خارقة. أعانهم الله ووفقهم للشهادة والجنة. يلا بسم الله سموا وعزموا على أخواتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هو أنا اللي مسطول ولا ده أي كلام فاضي معقول؟ الأمير بيشوف ناس إحنا ما نقدرش نشوفهم عشان هو أعلى مننا في المرتبة. طب ما نعلي إحنا المرتبة. هو بيشتغل دجال ولا مش عاوز؟ يا ابني اسكت. أميرنا حبوب بارك الله فيك يا أمير. يا أميرنا وجعلك ذخرا للأمة يا علم الأمة. انتوا عارفين ان انتوا من دخلتكم عليا قلت العيال دول مصريين جدعان قوي، وانت بالذات أسامير. ايوه يا برنس. أسامير. ايوه يا برنس. أسامير. هو انا رديت عليه ولا لسه؟ رديت. ما ترد تاني يا اخي. ايوه يا برنس. انت بتفكرني بنفسي اول ما جيت. كنت عامل دماغ زي كده يا برنس اول ما دخلت الاماره. هاني ايوه فين دقنك؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ انا قلت اسبق انا يعني يهدي ده والمسيح الحي ده. ليله اقل بهاء من هذه الليله. انت تعمل ايه؟ بلغوش. معذره يا مولاي انها لا تطلع. والله انا كان نفسي دقني تبقى طويله واخفف الجناب واعمل ستايل كده، بس انت عارف ربنا ما بيديش كل حاجه. كان قلبي حاسس اهاني. قرب اقرب. احط إيه؟ ايدي. كان قلبي حاسس. اميرنا استاذنك في سؤال. لقد قزنت لك. لا 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 كده كتير. ايه قزنت؟ ما فيش حاجه اسمها قزنت. ده ولا في تركيا ولا في ايران بيقولوا كده. تداعي لغوي مولانا. هل يا ترى انت كنت في بدايه طريقك جندي زينا كده؟ لا جندي زيكم ايه؟ انتوا جات لكم على التبطاب. انما انا ايه؟ انا كافحت وديتها لحد ما وصلت لفوق لفوق. وطبعا اهاني هتسالني انا وصلت لفوق ازاي؟ انا كان عندي بزنس كبير قوي. يلا يلا اهو الربيع روسه الربيع حجه اتنين ونص كل ما البيزنس بتاعنا كان بيكبر كل ما كانت الحكومة تحط عليا وخصوصا واحد ابن حرام اسمه الأمين سيد فضلوا يحاربوني وانا حاربهم هم يحاربوني وانا حاربهم لحد ما قررت أهج واسيب المنطقة وخدت عهد على نفسي ما رجعش البلد دي غير وانا حوت كبير محدش قادر عليا لا وزير ولا رئيس ولا حتى الامين سيد اراضي تشني واراضي تجبني لقيت نفسي في الاماره وبقيت جندي في سبيل الله. عايز ايه اللي لقيت وبقيت؟ الراجل ده تونسي ولا مصري؟ هو مصري بس بيحط شقاف. معذره يا مولانا بس برضو حضرتك ما قلت ليش انت بدأت حياتك كجندي وكيف وصلت الى قمة الامارة. كويس انك سألتني يا اهاني. انا ما سألتش يا جدع. صمتك سؤال جوايا
دي كانت رحلة عنيفة ومعركة جديدة قوي. أنا كنت قاعد في السوق بطمن على تجارتي اللي كبرت بفضل الله لخط من قدامي. مين يا أميرنا؟ جنرال أمريكاني. بنغسك جنرال، جنرال بنحبك، بنحبك كجنرال. قرب هنا العب وعيش باتنين ونص ألوانك يا جنرال. العب يا جدعان، يا جدعان، يا جدعان، اسعف يا جدعان، يا خالي حد يجيب لنا اسعف. اسعف يا جدعان، الجنرال بيموت، الجنرال مات. الدم ضرب في دماغي شبيه المدفع، رحت مخلص عليه. ومش بس هو، قتلته هو ورجالته واحد ورا التاني، وقدمت راسه بعد ما ذبحتها هديه للخليفه. وادي حكايتي مع الولايه. الله، حكايات جميله جدا يا مولاي. يعني نقدر كده نعملها والعياذ بالله فيلم؟ سؤال اخير يا مولانا، لماذا سميت بور عماد ببور عماد؟ كويس انك سألتني يا هاني. ايوه انا اللي سألته. مش في بور توفيق وفي بور فقد وفي بور تسخنة؟ انت بتقطعني كتير يا سمير. لا اقصد سمو الامير، لا اقصد. انت عارف انا سميتها ليه بور عماد؟ على اسم الحبوب عماد ابن ام سيد. بقول لكم ايه، مبروك عليكم. على ايه يا امير؟ احنا عندنا هنا في الولاية ما فيش حد بيقعد فيها من غير جواز، لازم تديها على طول، وكل واحد فيكو ليه اربع زوجات. الله اكبر ولله الحمد. ومش بس كده، انا منقهولكم على ذوقي تفصيل يعني. معلش يا مولانا، هو انت بتتكلم جد ولا ده اختبار قوة التحمل؟ انت ليه بتأكد الشكوك اللي جوايا؟ مش عايز تتجوز ولا ايه؟ لا لا لا، ما تشكش ما تشكش، انا بس قصدي يعني انا عن نفسي محتاج سنتين ثلاثة اكون نفسي. يا جدع تكون نفسك ايه؟ انت ما قريتش شعارنا في الولاية؟ شعارنا في الولاية بيقول دبل في المنابل وقلب المحابل. ايه ده، العروسة حامل؟ عروسة حامل ايه بس؟ ده قصدي يقول لك يعني العكس في التاكس والمرته في قعر الحلقة. يا سيدي انا بكلم نفسي، انت بترد ليه؟ انا افتكرتك بتكلمني. لا بكلم نفسي. ابو البراء احضر العرانيس. عرانيس؟ ده هيجيب بانجو كمان. اهاني. ايوه. دبل في المنابل وقلب المحابل. حط التوابل. حاضر. الله، التلاتة أجمل من بعض. من بعض إيه؟ أنت شايف حاجة؟ أنا هاخد اللي على اليمين بمشيئة الله. يا ابني الأبلسة، ده أنا كنت حاطط عيني عليها، بس مش مهم، حلال عليك. لا حلال عليك. لا 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 حلال عليك. غلطة كنت هتضرب. كويس إنك جيت يا هاني، الباشا بيقنعني اللي إحنا نقعد هنا ونستقر. طيب أنت مستني إيه من واحد مجنون؟ فيها إيه يا هاني لما نعيش هنا؟ ده حتى هنا الجو جميل جدا. جو ايه اللي جميل؟ انا شعري باظ، مفيش هنا ولا شامبو ولا كونديشنر. البنت اللي انا متجوزها يعني بتحط على شعرها بطاس، يعني لو جبت لها كريم فيانسي هتنبهر. هاني هاني يا لالين. ما تقلقش يا سمير. لا لا ما تقلقش يا سمير، احنا هنقعد بس هنستنى اللحظه المناسبه ونهرب. لا 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 قلت لك ما تقلقش. انا جعان. طيب تحب اروح اجيب لك اكل؟ لا انا قلت لمراتي تعمل لنا اكله شعبيه من الاكلات بتاعتهم بقى، بتاعت اوروبا. اصلا مؤاخذة بقى هاني، اجنبيه اجنبيه. انا برضو مراتي طلعت اجنبيه. ما انا برضو اجنبيه بس شعرها بني وبيضة قشطه. وانا كمان يا سهاني مراتي بيضاء كاللبن الحليب وشعرها بني. ده الكلام ده عند اللبنين يا هاني. طب خد دي، انا بقى عندها وحمه. لا لا عيب، التفاصيل دي عيب. ما انت اخويا بقى. الله، لازم اقولك يا عبيد دي مراتك. مش مشكله، المفاجاه ليك يا هاني ان انا مراتي عندها وحمه. انا بقى الوحمه بقى ابيض في اسود وشبه التاكسي. زي التاكسي. ما انا كمان. سكت ليه يا هاني؟ من سامع صوتك ليه يا هاني؟ لا هتكلم اقول ايه بقى، تكسب انت. هو نفس التاكسي. يعني ايه؟ يعني انا وانت شكلنا متجوزين نفس الوحدة. ايه ده؟ يعني الامير بيوفر؟ لا ما تقولهاش. معنى كده ان في واحدة وبتلف على الامارة كلها؟ اخلص. لفت عليا انا وانت بس. انت عملت حاجة؟ كان نفسي بس صعبت عليا نفسي. انا بقى اتفرجت وقعدت اعيط اعيط. ماتشنوهم دول توينز. ما قلنا لك اجانب.
ايديك والله. بقول لك مراتي عيب. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. فسق وفجور وحشيش. جبت الحشيش من هنا يا سمير؟ هنا يا سمير. ما جبتوش، هو اللي جه لوحده. ما تستقبلش يا سمير، الحشيش بيجي يا سمير. المدام يا سيدي هي اللي عامله الواجب ده. وبعدين عشان تعرف ان انت جاهل، ده مش حشيش، ده ويد. ويد ويد. اقعد بقى تلهي واقعد بقى، ما تطيرش الحجرين من دماغنا. انت هتطير حياتنا كلها. ربنا يهديكم ويرحمنا. يعني ايه قريه طويله عريضه ما فيهاش غير موبايل واحد ومع الامير بس؟ اه والعربيات مع القيادات. ما تتبطرش على عيشتك، ده انتوا احسن مني بكتير. على الاقل انت يا هاني المستشار الثقافي بتاعه، وانت الحارس الخاص. تعال يا اخويا اشتغل حارس خاص ورا الامير. انا بقى واقف وراه في مره بيخطب ويقول لي لا مؤاخذه شد لي الجلابيه من ورا. طيب شغلك؟ شغلتي حارس خاص احرسه. مش عشان ما يموتش؟ ليه ان شاء الله هتقف في زوره. وانت يا استاذ هاني ايه مشكلتك؟ ده انت يعني مستشار ثقافي قد الدنيا. مستشار ايه؟ ده مشغلني معاه لبيز. وبعدين قلت له اوكي تمام، عايزني البسك سيبني البسك على ذوقي. افتح الدولاب بتاعه الاقي جلابيه خضراء بترتر ترتر. اه جلابيه بصلي وملسوعه بسجاره. ملسوعه بسجاره قد كده اللسعه ده؟ غريب جدا. قلت له حضرتك الستايل بتاعك كله عايز يتدرب بالنار اصلا. ماله ستايل بتاع ميرونا؟ ماله ايه يا حبيبي، ده عامل ستايل شفيق جلال على عادل امام في الزعيم على ديكتاتور. ستايل واحد مكذوب من الاخر. محدش يتكلم كده، انه اميرنا. انا سامع خرفشه خروشه ورا. اه المدام يا سيدي عامله لنا فشار. والله العظيم ميرسي يا مدام. والنبي عاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سوري 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 كومار، سوي حسابات مره تانية. لا لا ما في مشكل، ما في مشكل كومار، انت يرجع تاني سوي حسابات براحتك. احلى مساء عليك يا زميل. مساء عسلات. ده بيأمرض على مراتك يا عم. ايام ما في امل بيبو. ان ابو ياسك. ما في امل، ما في امل، ما في امل. اي حد توجبي معاه كده يا سلي. حي على الجهاد. يا نهار اسود، نهار اسود ام ناجي. جماعه تانيه دي وجايه تخطفنا بقى صح؟ وفي ايه؟ يا لهوي دي ده الراجل الكبير. نهار اسود ام ناجي. ايه ده؟ طب ايه؟ نقول لهم احنا معاكم. استنى ده ايه ده؟ مين اللي نازل ده؟ يا ابني الابلسه يا خال. ازيك يا خال؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشت والله. ازيك يا صابر؟ ايه الشياكه والاناقه دي؟ ده انت بقيت انيق. يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين اللي فات. ايه اللي حصل يا خال؟ ياه على الاسبوعين اللي فاتوا اللي حصل. ايوه يا خال، ايه اللي حصل عشان احنا مستعجلين؟ وعشان انتوا مستعجلين يا ابني قلت ارمي لك اللي حصل كله في جمله واحده واقول لك يا سمير على اللي حصل لي في الاسبوعين اللي فاتوا. بعد اذن حضرتك يا حاج علي، ممكن تخلصنا بس عشان احنا جعانين؟ هو عنده زهايمر ولا ايه؟ بالهداوه بالهداوه. مين ده يا سمر؟ ده بيبو. ده شكله بلاميط. قلت لك هيحبك. يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين. خلاص بقى حضرتك يعني قول لنا على اخر حاجه بس حصلت لك. يا سمير على اخر حاجه حصلت لي. يا خال بسرعه يا خال، احنا ورانا مشاوير ما تحرجنيش مع اصحابي. فاكر ليزا؟ ليزا اللذيذه. لذيذه ايه يا كلب؟ دي بقت مرات خيالك والمصحف. وجبت منها ليلى. والله العظيم ايوه. ده انا سايبك من اسبوعين جبت ليلى. كل حاجه هنا بسرعه سمره. فوكك بقى خال من ليزا والكلام دوت، يلا بينا يا خال. على فين يا حبيبي؟ على فين ايه؟ على مصر. مصر. لا انا ستي هير. ستي هير. ستي هير. ايه ستي هير ده الكلام اللي بتقوله ده يا حاج علي؟ بالسلامه، خد بالك من بلاميطه. يلا يا لوزه. لوزو يا خساره يا حاج. انا هرجع مصر اقول لهم علي الطيب مات. علي الطيب مات. مات وندفن. مات وندفن. انا نفسي اشرب حمو الشام. ما تقلقش هنشربه لما نروح الكورنيش باذن الله. نفسي هفاني على الاول. الله عليك فكره تجنن. انا فعلا من زمان نفسي قوي في الاكله دي. بس ما جبتش مدام شهيرة وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر ابيض، دي منع دخول الكوارع البيت. وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتتقرف منها. على صحيح يا عم، انت عرفت مكان مصمت العفش ده منين؟ العفش ده احسن واحد في مصر يعمل لحمه راس. اتفضل. جبت لك شوربه كوارع مخصوصه فؤاد باشا عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش يا عمي انا ماليش في شوربه الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول
اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلي معدتي. يا ابن الحلال انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شرب الكوارع. انا شربتي جايه طوعني، مش هتندم. انا عايز اندم يا عم مش هشربها. انا بقول لك اشربها. انا بقول لك بس بس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين. الشربه ايه؟ ايه الصوت ده؟ انت اللي حتدخليني النار. عنايات اعملي لي شاي دلوقتي يا بيه، الساعة داخلة على واحدة. معلش اصل انا شربة الكوارع مسخناني قوي وتعبان شوية. حاضر يا بيه. ما تهدى يا فؤاد، مش كده؟ اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجاله اللي في سننا، دي فيها جلطه، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو طفس هو كمان. اتفضل يا باشا. يا تاني؟ بنت عنايات. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ انت ايه؟ انا اصل ما تجيبه بوسه. ايه يا بنت انت بتقوله ده؟ عيب كده. استني عيب كده، انت فاكرني ايه؟ افهمي بس، افهمي انا فاهم، اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسه. يا لهوي عيب كده يا بيه، واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ ما هي دي المعجزه يا بت، اسمعي كلامي، تعالي راح فين؟ تعالي بس هاتي بوسه. انت ما تعمليش حاجه، افهمي. لا يا بيه عيب كده يا بيه. وطي صوتك يا بيه، عيب كده. يا ده الفضيحه. يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه للمراهقين يا بابا؟ اهدى اهدى اهدى. ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا عنايات، بابا في سن اليأس. معلش يا شير، انا في قمة مجدي. لا خلاص يا عنايات، حقك حقك. عنايات خد خد عنايات. معلش حقك عليا. يا اسف انا اسف انا اسف. يا بابا بطيب بطيب بخاطرها. انزلي بابا. يا بابا يا بابا انزلي بابا. افرض لمت هدومها ومشيت، هنعمل ايه؟ هنروح لابط للدرجات يا بابا. ايوه ايوه، شربة الكوارع دي شربة فولاذية أحيت فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا بنتي ناس برضك يا بيه، كله اللي كده. أنا هلم هدومي وماشية حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي إحنا هنعمل اللي أنتي قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامة. ها قالت لك إيه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطة وتصلب شرايين. إحنا لازم يا حبيبي نديله حقنة دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنة دي هجيبها منين دلوقتي؟ انا اعتقد ان بنتك على طول شايلها معاها علشان التمرينات. انا عارفه انها ممكن تكون في الحمام اللي تحت. انا هروح اسالها وانت انزل دور في الحمام. يا بابا ايه الاخبار دلوقتي؟ بتفرق التلج ده هيجيب نتيجه. هيهديك شويه هيهديك شويه. حاسب ايه دلوقتي يا بابا؟ نار نار نار، عمالة تزيد نار نار. يا بابا ده انت شوية وتبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين هديد. لا يا بابا انت في حالتك دي مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ اهدى بابا اجمد شوية، اجمد. ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبة مصيبة. دلوقتي يا بدران عمي انت مين قال لك ان بابا في الحاله دي؟ انا هات حكيت لي. ادي الفضايح يا ادي الفضايح يا ادي الفضايح. معلش يا فؤاد، شربة الكوارع دي كانت فكره منيله. ما يهمكش ما يهمكش، الشوربه برضه عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بدران، انا هدور لك على حقنه هتريحك خالص. حقنه ايه يا عمي؟ ثانيه واحده. ايوه الحقنه اهي. حقنة ايدي يا عمي دي للشد العضلي هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا. يا نهار اسود. ايه ده ايه ده؟ يوه انت بتبص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل حازم. انا خلاص قلبي اتقبض بالبيت ده،
كل الزعاني او الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. يا بابا فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده. انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقن السكر؟ هو في حقن السكر بتتاخد؟ اسكت اسكت يا بابا. قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا ما تيجي اطلعها ونخلع من لنا السوق اللي احنا عايشينها. نعم انت جننت. والقرض كان في مشكله. رؤوف لسه مكلمني من الشركه بيقول ان مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه كل شويه طلبات وضمانات. امال الجوازه الهبله اللي انا فيها دي لازمتها يا بابا؟ تنساش ان فؤاد لسه اجازه، اكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا انا هسيبك تريح شويه. بقول لك ايه؟ ابعت لي عنايات. عنايات ايه تاني يا بابا؟ هي الحقنه ما عملتش مفعول؟ حقنه ايه؟ ما تفهمنيش غلط. انا عاوز اعتذر لها بصراحه. لما بشوفها مستريح. قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان الواحد يبت فيه. شهر؟ يا طيب معلش انا حبعت المدير المالي ينسق مع إدارة الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد، من غير ما تقول يا بدران، الجواز اسمه ونصيب، واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله، ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي، ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ الدموع بتغرغ في عيني. قال لي يا بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا محندقة كده، طبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجة كده تليق بمقام عروستنا كنا جوزناهم بكرة. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعة. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا، اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وهو بيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك مش الحمام بتاع قوره الولد حازم اللي فوق ضرب فجاه بوظ دور فؤادي كله وداخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطه، ابعت لك مهندس الديكور بتاعي في ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين، والفرش هديه مني لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت لك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك. انا هو انا لا 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 لي لا لي لا لي يا لا يا لا لي لا لي ايه يا لهوي وتخففنا انت يا بجم يا اللي في الحمام. ايوه يا ابي انا تعبان. لا عامل ايه؟ اروح عند الجيران ولا اتصرف ازاي؟ واو رايح ويقف ويقول لا لا هي انا هو. طب اطلع شويه وبعدين ارجع خش تاني. لا 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 يا لا يا لا 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 ايه لا لا اسمع الكلام بلاش العند ده. بقول لك ويبص ازاي تعرف الصبح انت يا ست فوزيه قوم يشوف اخوك اللي مبرطع في البيت زي ما يكون ورثه عن باباه. مش كفايه مستحمله من صغره وعايش معايا عارفني؟ والله لو حاتم ابني كان زمان رميته من الشباك. ايه بتزعق كده ليه؟ انت كده هتصحي الولاد فيها ايه يعني لما يستحمى؟ ما انت عارف ان حازم اخويا طول عمره بيموت في النظافه. ويا ريته بينضف يا اختي، والله لو استحمى كل ثانيه ما هينضف ابدا، ده لازم يغير جلده كله. يوه عليك يا نجدت، هتفضل طول عمرك حنبلي كده. يا هانم عندي ميعاد مهم جدا مع السيد مساعد وزير الداخليه، واتاخرت عليه بسبب عفانه اخوكي. زمان الوزاره مقلوبه. يا سلام، وهي يعني الوزاره هتطير يا اخويا؟ طب ما انت ملتزم على طول وكل يوم بتروح في ميعادك، فيها ايه يعني لما تتاخر يوم؟ هيكون فيها ايه؟ بتقول حاجه يا نجدت؟ لا بدعي لك انت واخوكي دفعه واحده. نامي
يا لو حسين فهمي. صباح الفل يا جوز اختي عسل. صباح الفل يا ابي. صباح الطير. صباح الباب. ساعه ونص في الحمام. ما انا قلت لسعادتك يا ابي اعمل لي حمام في اوضتي، بس سعادتك بخلت عليا. قاعد ساعه ونص وطالع ريحه هي هي. اوف ادي وراثه يا ابي. جيب الريت. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى بشاير بنت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنقل على عينه متجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش انتباه يا عسكري. مش انتباهي بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. اتكلمت عسكري. يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن. قال لك يا نتر. يعني الشتيمه ما تنزلش. انت مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ يا ابن الباشا. تمام يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض. وانت واقف تتفرج على الضابط. انت يا ريت انك بتضرب بكرسي على عارفك وعبيتك في الحبس. يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ يا ابن الباشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم. اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك. الأول على دفعتك 4 سنين. ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك. أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ ردي عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟
اصبع يا مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي. انا عارف عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه وانا ما في اصحى نفخ الكلارينيت. ما تقلقش يا بيه ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر انت بيهزر اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم تعال تعال هفهمك بالعقل كده يا بيه كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه بتورطت فيك. اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي. انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه متورط فيك. جامعة دي اسمها جامعة الصفوة الدولية. في عيال في الجامعة دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيلة اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغاية دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمة يا استاذ بسيوني الدخول بسرعة وسط الشلة بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشلة. وبايظ ابوهم وعايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي اهم واحده في الشله. حفلات العيال دايما في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالامان من ناحيتك لازم يحسوا ان انت الزعيم عليهم. والزعامه دي على بركه الله الف مبيوت. حلو الجرافيك زي الامر. ليه الدموع دي يا وحيد؟ بتبقى الفرح يا بابا. والله كبرت يا بابا هتتجوز. ده اليوم اللي انا عايش علشانه. عارف ايه اللي قاطع بيا؟ ايه يا حبيبي؟ البيت هيفضى عليا بعد ما تتجوز يا بابا. لا هتاخدك مني. لا ما تقولش كده يا وحيد. مفيش حد في الدنيا يقدر ياخدني منك. انا طبعا حاجه ازورك هزورك كتير وانت طبعا تيجي تزورني هنزور بعض على طول. تعالى طنط طيبه هتفرح بيك قوي. بس بلاش تيجي وانا مش موجود. طنط بتحب تقعد براحتها ها فاهم. مساء الخير. مساء النور. الورد ده اللي احلى ورد. شكرا قوي. انت جاي لوحدك؟ لا طبعا. فريد تعالى يا فريد. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اتفضلي اتفضلي حضرتك. اهلا اهلا وسهلا خطوه عزيزه. ربنا يخليك يا طنط. اتفضل يا حبيبي اقعد. هيام تعالي يا حبيبتي ما تكسفيش. ازيك يا هيام؟ ما تحلقيش اطيب من كده. نويتي يا عم فايد. ازيك يا بنتي؟ الأوقات اللي زي دي بيبقى دايماً فيها كسوف. طبعاً طبعاً يا طنط. هو في الحقيقة أنا مش عارف أبتدي منين. من غير مقدمات. أشوف يا أستاذ فريد أنا مش هلاقي البنت هيام عريس أحسن من ابنك وحيد. ولا إيه النوم؟ ما تكسفينيش يا مامي بقى. الله وحيد مين يا بابا؟ مش عارف يا هانم يا هانم في سوق. قومي هات الشربات يا حبيبتي. كان نفسي المرحوم باباها يحضر معايا اللحظة السعيدة دي. أنا كان نفسي المرحوم أبوك أنت اللي يحضر المناسبة دي. عن إذنكم هفتح الباب. بقول لك يا بابا يا الست دي بتتكلم على أبوها ليه؟ أبوها الله يرحمه ماله بالموضوع؟ أنا شكلي هشيل الليلة ولا إيه؟ الست بتعيط ما أقدرش أفهمها دلوقتي تتصدم. هفهمها واحدة واحدة. إيه دي بس. اهلا 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 يا بابا. خالت العروس خالت العروس خالت العروس ولد العريس. اسمح لهم يا بابا انا هتكلم اهو. قول يا بابا تستني ايه؟ اشرح لمين ولا لمين؟ انا بتكلم يا بابا ما ينفعش كده. هتكلم مين ولا مين؟
اديني فوق استنى مستني يا بابا حتى ما اخلص كده بقى يبقى مبروك يا وحيد ودمنا ألف ست النيلة إيه؟ أنا كده انتهيت ولا إيه؟ إيه ده مفيش حاجة إيه؟ انتحر وارمي لك نفسي من فوق السفرة عشان ترتاح ليه بس يا ابني؟ أكهرب لك نفسي عشان تخلص مني لا يا ابني أمال عامل لك إيه؟ لا اعمل معروف ما حصلش حاجة لده كله بقول لك يا بابا أنت مش تكتب جوابات حب وأنا بدبس وأتجوز يا بابا اخرس يا حيوان وطي صوتك بلاش فضايح حد يسمعك بقول لك إيه؟ عاوز إيه؟ أنت زي ما دبستني في الجوازة دي تخلصني منها هخلصك يا أخوي إحنا لسه على البر لا اتفقنا على ابيض ولا على اسود يعني ايه يعني اسبوعين ثلاثه ونفسخ الخطوبه كان المشوار ده ما حصلش من اساسه واديني رجعت الورد معايا خلاص ليه الدموع دي بس بقى الوقت يا بابا انا كمان يا ابني توكست انا خايف يا بابا ما تخافش يا حبيبي انا خايف ما تخافش يا ابني شفت عليك عاملين ازاي اكتر من كده وزيح ربنا ايوه قالتها لقوا كلهم رجاله وقال انا اقول لك طنط بتحب تقعد براحتك شغلي باظ انت ورطت الجوازه انا وضعت كده ولا ايه يا شريف يا عم الشغل ما باظ ولا حاجه والراجل اللي هتامن عليه جاي حالا والبنت اللي اسمها هام دي اعمل لها قرد واخلع منها خبر اسود ايه في ايه بطلة العالم في المزداد 85 مزد كل حد دلوقتي عايزه ايه دي انا عارف بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا عم في ايه ايه المبنى اللي دخل علينا ده بيك كيف حبيبي وحيد وحشني ازيك وحيد صاحبي اللي خلصتك البوليسه اهلا وسهلا ازيك يا مليجي اخبارك ايه ما شاء الله اللهم صل على النبي حاجه تشرف بجد حاجات كده بسيطه عشان مستقبل الاولاد بس اهم حاجه عايز الموضوع يخلص بسرعه تقلقش يا مليجي احنا بكره الصبح بعون الله هنطلع من المستشفى اطلع لك شهاده المخالفات اقصد الشهاده الصحيه وكل شيء هيخلص اوكي اشوفك بكره يا مليجي اشوفك اخش بكره يا مليجي شرفتك باي باي اسكت مستشفى ايه لا ما ينفعش اقعد مستشفى انا هاخده واطلع التوكيل اصل لي بقى كده فل انا مش عارف اودي جمالك فين يا شريف انت زهر يا معلم يا عم هي ناقصاك الو ايوه هيام عشا ايه ده انا لسه خاطبك من 5 ساعات خلاص جاي على السلامه هروح لها وهيبقى عشا اسود عليها وعلى اللي خلفوها ربنا يخليك دنيا خربانة في المنيب خربانة سمسم خربانة أهلا وسهلا أستاذ فريد اتفضل أهلا بيكي الوقت مش مناسب ولا حاجة لا أبدا وحضرتك ما تعرفش الأولاد بتعشوا برا ما يرونيش لا فريد أدخل ولا أرجع ولا أعمل إيه لا أبدا تحت أمرك اتفضل وتشكر دنيا خربانة يا سيد خربانة اللوحه دي انا اللي رسمها ازاي ما لفتتش نظري لما دخلت الشقه قبل كده دي قمه في الاحساس اللوحه بتتكلم سامع حضرتك بلاش مبالغه دي لوحه بسيطه جدا اسمحي لي اقول لك يا هانم انت موهبه مرميه في العماره دي ربنا يخليك سوري على لفظ مرميه انت موهبه مدفونه في العماره دي ايه الجو ده رومانسيه وكده حياتك وحيد انت بتزعق ليه انا بحب ازعق في الاماكن الهاديه يا ستي متر بيحا وطي صوتك انا مقفر وشارب خمره انت بتشرب خمره انت فايز احلام يا رب ويا ترى حضرتك اللي بتختاري الالوان ولا بتيجي معاكي كده تيجي معايا كده لا انا اللي بختار الالوان انت فظيعه 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 حتى العقد نفسها قطعه فنيه دهان ده الذكرى اللي فضلاني من مرحوم جوزي اصل كان كل ما يخلع سنة احتفظ بيها لما مات لقيت عندي طقم عملت عقد بحس بالامان اول نفسها يعني دي سنان جوز حضرتك انت كنت متجوزه جمل بقى ممكن فنجان قهوه واضح ان الكلام بيننا هيطول
حاضر هعملها حالا. اموري يا فندم. من فضل حضرتك كنت اكلت قبل كده حاجه عندكم مشطشطه كده؟ لا ما بحبش الشطه، انا تعبان بتعب منها. الدكتوره ايه اللي ما تاكلش شطه؟ خلاص بلاش، بعد شويه بعد اذنك. شكرا. وحيد انت عصبي كده ليه؟ ولا عصب ولا حاجه يا ست. وحيد انت بويجك ايه؟ لا ثانيه واحده انا هعيط. يا طيب انت بويجك طيابي ولا هوائي ولا مائي؟ سكني سكني واخد ناصيه كمان. واو ايه الكلمه اللي اولها ب واخيها كيف؟ بفتيك. من فضلك ثبت حواجبك، مش عارفه ارسمك. انا مش بالعكس، ده من البرد. كان يا مكان كان في زمان ولد غلبان اسمه وحيد وعيوسته اسمها هيام وتوتا توتا خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ تصبح على خير يا أنسة هيام. تصبح على خير يا حبيبي. حبيبي ليه بتغيظني؟ رب رب ومعجزة من عندك يا رب. شكرا يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بابا تفهمني شغلت يا ابني. ده انا لوحه بترسم. بص. ايوه صدقني يا حبيبي باباك زي ما قال لك لوحه. اتفضل قدامي يا بابا. حد السدود؟ لا يا بابا زي ما انت كده بجنازيرك. اتفضل قدامي. اتفضل اتفضل. استر لحمك كفايه فضايح. انا ما عملتش حاجه تحرك يا روحي. دفعت لك كام يا بابا علشان تقلع هدومك؟ لا متقولش كده، انا اترسبت بمزاجي وببلاش. انا اتضحك عليا، اتكتفت يا ابني. وحيد وحيد كنت هتفضل كده مش عارف تبص في وشي. انا ممكن اريحك مني. ايوه انا هرمي نفسي من بين السلم. بابا بابا قلت عليك يا جبان. يا بابا ما انت عمال تترسم وتلف جنازير حوالين صدرك. عملت لي ايه في المصيبه اللي انا اتدبست فيها؟ بالنسبه للمصيبه دي ما تقلقش، يعني رسمه كمان وهخلصك منها. تخلصني منها؟ ايوه. ازاي يا بابا؟ بعد كده مالكش دعوه. ازاي؟ بابا انا بضيع يا بابا، انا بضيع يا بابا. ما شاء الله انا ما شفتش بوليسه بتخلص بالسرعه دي. اه والله ده تقرير المستشفى طالع 100 100. ده انت لو حاولت تنتحر مش هتعرف يا راجل. الحمد لله اظن كده بقى مش ناقص حاجه. مش ناقص غير امضه المدير بس. يلا ادعي ربنا عشان نلحقه. يا ترى الباشا موجود؟ ايوه موجود بس عنده ضيوف. خلاص مستناه ما يخلص. انا كده هتاخر، انا عندي تصوير. املي جنيه مره اقول لك العصبيه دي مش هتنفعك. وبعدين انا قلت لك هخلصك النهارده، يعني هخلصك النهارده. ده انا بعمل فيك معروف هتدعي لي عليه. والله هتدعي لي. ادينا قاعدين. اتفضل اتفضل. يا باشا يا باشا يا باشا يا ساعه البيت يا فندم يا فندم. ايه يا وحيد؟ البوليس يا فندم. تاني؟ لا يا فندم دي المره دي مضمونه 100%. دي البوليسة اللي هترجع ثقه حضرتك فيها ان شاء الله. البوليسة دي لمين؟ اه يا فندم ورا حضرتك. ايه الكائن ده؟ ده يا فندم مليجي ابو العنين، اعظم دوبلير انجبته السينما المصريه. ده يا فندم لو تركز في وشه اللي عمل النطه بتاعت احمد السقا فيلم امريكانو. ايوه ايوه زي ما انتم شايفين انه العملاء بيتهفتوا على شركتنا، وده بيرجع لثقه العملاء بشركتنا. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، شوكت باشا مش مخلينا محتاجين حاجه كموظفين والله. يا فندم ده التقرير بتاع المستشفى. ايوه يا فندم. ايوه ودي شهاده المخالفات. تمام مش ناقص بس يا باشا غير امضه ساعتك الكريمه هنا يا فندم. ماشي ماشي مبروك مبروك يا ليجي. الله يبارك فيك. طب انا مضطر امشي بقى عشان عندي شغل. مع الف سلامه حبيبي. مع الف سلامه اخويا. اشوفك ان شاء الله. مع الف سلامه. مع الف سلامه. شركتنا قادرة على العطاء. انا ايه اللي بيحصل لي ده يا عم شريف؟ يا عم احمد ربنا انه ما ماتش. ما هو كده كده هيصرف البوليسه. نفسي اجيب بوليسه تكمل يوم واحد من غير ما تتصرف. تكمل يوم واحد من غير ما تتصرف؟ طب ما تأمن على الفنانين، ما هو بره مثلا شاكيرا بتأمن على مناطق معينه. اه
تاخد نمرة ليلى علوي؟ ابوس ايدك. حاضر. ولا اقول لك بلاش ليلى علوي عشان هتقول لك جبت النمرة منين وانا بيني وبينها مشاكل. لا مش عايز اعمل لك مشاكل يا عم. انت تعرف نيلي كريم؟ نيلي دي حبيبتي. تاخد تليفونها؟ بس افرض انا اتصلت بيها دلوقتي لقيتها نايمة ولا حاجة. نايمة ايه يا عم؟ دي بتصور دلوقتي. بس انا معاها جوه الفيلم. هات تليفونك كده بقى هديك تليفون انا. خد اخويا. بس انا خدتها سرقة كده هو من البيت اللي لبيسة بتاعتك. اهو اهو. اللي عايزك 50 ثلاثة أول مرة أكشن. بنت الحارة يا بنت الحارة حبيتك يا محلى الدارة حبيتك يا محلى الدارة. شبه الخوخة وكلامها موصوف للدوخة وكلامها موصوف للدوخة. أهياني منها أهياني منها أتلاني سود عيونها سود عيونها. وموعداني وموعداني تابني على البر الثاني انا ايه ذنبي انا ايه ذنبي حدفت للمنديل البندي انا ايه ذنبي انا ايه ذنبي حدفت للمنديل البندي. وبتقولي لي انك بتشتغلي ممرضه؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد؟ وكمان بتغلطي في اسمي؟ انا وائل جوزك يا فجرة. وائل سامحني يا حبيبي. ماشي سامحتك بس طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ الحمد لله. طب ايه الزفت ده؟ موبايلها تبطل. نحترم نفسنا شويه. ما بتردش يا معلم. وراها وراها بتصور بتصور. وانا يا عم هسيبها لان هفضل وراها لحد الصبح. سلام اخويا. سلام حبيبي. مؤاخذة ولا مروحة هوا هوا ليه ده يا أساتذة؟ بتقولي لي إنك بتشتغلي ممرضة؟ أوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد؟ وكمان بتغلطي في اسمي؟ أنا وائل جوزك يا فجرة. وائل سامحني يا حبيبي. ماشي سامحتك بس طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ اطمني يا حبيبي. وحشتيني قوي. استوب. اسفين يا استاذ هاني. اسفين يا استاذ. موبايلاتي يا اساتذه. موبايلاتي يا اساتذه. اسفين يا استاذ هاني. مش ممكن مش ممكن. دي اهم لحظه في الفيلم. معلش يا استاذ والله مش قصدنا يعني. لا يا جماعه لا ده انا يعني لحظه البوسه دي بالذات يعني ببقى مركز فيها ومجهز شفايفي. اي حد يخرجني بلاقي الشفه بترف. بترف يعني بترعش. اسفين يا استاذ هاني لشفايفك ولحضرتك ولكل حاجه بترعش عندك. اسفين يا استاذ. موبايلات وخمسين سبعة تاسع مرة أكشن. اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد خالد وكمان بتغلطي في اسمي يا فجرة. اتصلتين ولا ببايخ؟ خلاص يا حبيبتي سامحك. طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ كويس؟ ببايخ. لا بقى لا. لا 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 يا جماعة ده تهريج ده تهريج بقى. ماشي مرة بنعيد ولا كام مرة؟ دي فلوس ناس والله.
والله فلوس يا بيبي، مش عايز موز دلوقتي ممكن يا بيبي. انا كل ما بركز في اصعب حاجه، اصعب حاجه البوسه. البوسه يا جماعه عضلي كله بيشتغل، بيحصل العضله بتهبط. طب كانت تيجي في الالم مش في البوسه. فركش. فركش ايه؟ يلا يا بنات فركش. ايه علي والبوسه؟ اتفضلوا فركش. يا جماعه هروح من غير ما ابوس. نيلي استني يا نيلي، هبوس يعني هبوس. خلاص يا حبيبتي سيبيني يا عربي. 20 ليست كل انهار اسود. طبعا نيلي. ألو مين؟ أي مين؟ مين مين؟ مين الكريم؟ انتوا هتهزروا على الصبح؟ احنا فاضيين. هو حضرتك نيلي كريم فعلا الممثلة؟ والله صوتها بيقول فندم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ده صوت الغسالة، أصل أنا مشغل الغسالة. نعم؟ يكلمك كمان ساعة؟ حاضر حاضر، يكلمك كمان ساعة. مع السلامة. مع السلامة. ألف سلامة. قوم يا سي راغب يا علامة، قوم يا أخويا، قوم قوم يا أخويا قوم. يا بابا حد ساعة حد بالشكل ده؟ نيلي كريم عاوزاك تكلمها بعد ساعة. إيه؟ نيلي مين؟ يعمل حسابك الفطار ده لو خلص مش هعمل فطار تاني. شوف مين، افتح الباب. صباح الخير. في ايه؟ ايه يا ابني انت هتفضل سايبها على الباب؟ انا اديها سكه. اتفضلي يا بنتي اقعدي افطري معانا. حسبي الله ونعم الوكيل. متشكيه يا عم. ايه اللي معاكي ده؟ ده كلب جايبه هديه الوحيد. كلب جايبه هديه الوحيد؟ يا ابني يمكن لغوا الورد. الكلب ده ظيوفه صعبه، مجهول النسب، وما لقيتش غيركم تحتضنوه وتنقذوه من الضياع اللي هو فيه. وماله يا بنتي؟ الكلاب لبعضيها، قصدي الناس لبعضيها. الكلب ده ماله؟ عنده ميه الجلد جايبان. انتوا جايبين كلب جربان؟ انتوا خايفين كده ليه؟ مفيش حاجه، انا جايبه الدواء معايا. كل اللي هتعمله يا عمو انك تيونج وتسقسق، تيونج وتسقسق، هيخف على طول. عموما يا بنتي هي هديه مقبوله. خد يا عم. خد منها كلب وحيد. عن اذنكم بقى عشان عندي شغل. وحيد الكلب الجايبان ده اختباري، اذا عملته كويس هطمن على نفسي معاك. عن اذنكم. يا خبر اسود ام نايل، انا عملت فيك ايه على شتام الفتى كله؟ إيه ده؟ انا عملت ايه طيب يا ربي؟ اهدى يا وحيد. يا نهار اسود، جايب لي كلمه جربان هديه. انا خايف في عيد ميلاده تخش عليا فرخه عندها في نص الطيور. ايه ده مش هيحصل. انت حلو قلبك نفسك فوق السفره عشان ترتاح. وانا عندي غيرك يا اخي. اقرب لك نفسك عشان تخلص مني. عايزين نمشي يا فوق. امال اعمل ايه طيب يا بابا؟ خلاص هات الكلب، هات الكلب. بس انت اهدى امشي بقى. والله على عيني على عيني. أدينا رميت الكلب، ما تهنس الباب. شوفي كده مين؟ ألو؟ ألو؟ أكلم أنسة نيلي لو سمحتي؟ أما فضلك قولي لها الأستاذ وحيد فريد. الأستاذة بتقول لك عاوزها في حاجة مهمة؟ آه عايزها في موضوع ضروري جدا، حياة أو موت. حياة أو موت؟ طب خلاص. خليه يجي هشوف ده عايز ايه. متشكر قوي متشكر قوي، مسافه السكه على طول. مع الف سلامه. تيجي معايا فين يا بابا؟ نفسي نفسي اشوف نيلي كريم. يا بابا ما ينفعش ده شغل. من حاف من بعيد ما شاء الله. يا بابا تشاور لها احنا في المطار، مش هينفع يا بابا. عشان خاطري نفسي اتصور معاها على الموبايل بتاعي. يا بابا ما ينفعش ان انت بتقوله ده، صعب جدا. عشان خاطري عشان يا بابا صعب. عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري. خلاص يا بابا ماشي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. بلاتو واحد. بلاتو واحد. ايوه حضرتك بلاتو واحد. عايزيني في بلاتو واحد. نيلي كريم. نيلي كريم. اسم حضرتك ايه؟ وحيد فريد. وحيد فريد. فريد وحيد ابوه. لا فرح. اوه
وحيد. شوف شوف فريد جنبك على طول. الاستاذ وحيد فريد حضرتك. انا ايوه انا فريد اخر باب على اليمين. طب وانا وانا لا اسمع حضرتك مش موجود في الكشف عندي. طب يا وحيد قول لي النيل الكريم هيشيل بابا على الباب، ابعتها لي بسرعه. وبتقولي لي انك بتشتغلي ممرضه؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد وكمان بتغلطي في اسمي، انا وائل جوزك يا فجره. سامحني يا حبيبي. اسف جدا.